من منا لم يشاهد نشرة الثامنة في التلفزيون الجزائري؟ فكلنا لاحظنا وخاصة في النشرة الإخبارية غياب هذا الصحفي خالد بن أحمد خلفاوي، فأين اختفى وكيف أصبح شكله اليوم؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. خالد أحمد خلفاوي هو إعلامي جزائري من كبار المذيعين في الجزائر، كان يعمل مقدم نشرة الثامنة بالتلفزيون العمومي، فبعد أن تقدم بطلب إجازة طويلة الأمد بدون راتب من التلفزيون الجزائري ليعلن بعدها استقالته، حيث قرر مغادرة الجزائر ويتجه نحو قناة العربية القطرية. ويذكر بأنه يعتبر هو نجم نشرة الثامنة في التلفزيون العمومي، وهو ذلك الصحفي المتمكن والمتمرس في هذا المجال، وكتب مقدم الأخبار والبرامج سعيد طوبال عبر حسابه على الفيسبوك. نجم ثامنة التلفزيون الجزائري الزميل والأخ خالد خلفاوي يلتحق بقناة العربية القطرية. كل التوفيق لخالد ومزيد من النجاحات يا رب. واعتبر النشطاء أن مغادرة خلفاوي للتلفزيون الجزائري خسارة كبيرة، باعتباره واحدا من أبرز مذيعي النشرات الإخبارية في الجزائر. وأثنى إعلاميون جزائريون على خلفاوي مؤكدين بأنه كفاءة تستحق الظهور وأكثر ونجاح، كما تمنوا له بداية مشوار موفق. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.